جامعة دمنهور أطلقت النسخة الثالثة من ملتقى حور للفنون، والملتقى ده هدفه أنه يكتشف المواهب في المسرح والفنون التشكيلية والكورال. بحضور رموز الفن وعدد من قيادات محافظة البحيرة، انطلقت فعاليات ملتقى حور الثالث للفنون بجامعة دمنهور، وذلك تحت رعاية الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور. يستهدف الملتقى اكتشاف المواهب الفنية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 من أجل رعاية المواهب ودعم دور القوى الناعمة في صناعة مستقبل الوطن. الملتقى تستمر فعالياته في الفترة من 10 حتى 15 من يوليو الجاري بمجمع دمنهور الثقافي، وتنظمه إدارة رعاية الشباب والنشاط الفني بالجامعة. تقوم فعالياته بمشاركة 425 طالباً من 10 كليات في مجالات المسرح والفنون التشكيلية والكورال. مشاهدينا، خلونا نتعرف أكتر على التفاصيل، ومعانا عبر زوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. صباح الخير يا سوسنت، وصباح الخير على أحمد بيه، وصباح الخير على كل مشاهدينك الكرام. صباح الخير على حضرتك. يعني حابين نعرف من حضرتك في البداية ملامح فعاليات ملتقى حور الثالث للفنون بجامعة دمنهور. أشكر حضرتك. والحقيقة احنا في جامعة دمنهور بنهتم بالنشاط الطلابية، لأن أنا شايف فيها، تعرف حضرتك، توجهات السيد رئيس الجمهورية بناء الشخصية المصرية. ولو حضرتك فاكرة منتدى التعليم العالي والبحث العلمي وملتقى شباب العالم اللي عقد في مدينة السلام شرم الشيخ، ومنتدى التعليم العالي اللي عقد في فندق الماسة في القاهرة، كان بتشريف ورعاية خمسة السيد رئيس افتتاح السيد رئيس الجمهورية، واللي أكد فيه على اللي هو تنمية واكتشاف المواهب ووضع آلية بالظبط. يعني هقول لحضرتك بالنص كده، في منتدى التعليم العالي اللي كان برعاية الشيخ سيادة الرئيس وفي وجود معالي الوزير المحترم الأستاذ الدكتور خالد أبو غفار وزير التعليم والبحث العلمي وسائر رؤساء الجامعات، السيد رئيس الجمهورية اتكلم بالنص كده دايما، حتى بعدها بقول له رئيس الإنساني بالنص كده، قال أنا جاي أتكلم معاكم كمواطن مصري، عايزينكم تحطوا لنا آلية لاكتشاف الموهوبين والمبدعين في مجال الفن، في الثقافة، في كل مجالات الحياة، عشان أطور شكل مادة الحياة لمصر والمصريين. وقال هاخدهم وأسفرهم بره. قال عشان مين؟ قلنا عشان مصر. قال حتى لو ما رجعوش، السيد رئيس الجمهورية ذكي جدا، فقال حتى لو ما رجعوش، عارف المصريين مسافر بره ذكية جدا، الغرب يخطفهم لأفكار متميزة وعطائهم الرائع. فلو ما رجعوش قال عشان الإنسانية. ومن هذا المنطلق ومن هذا الوقت احنا جامعة دمنهور حطينا خطة لاكتشاف وتنميه المواهب في كل المجالات، سواء في الرياضه، في الفن، في الثقافه، في الادب، في كل مجالات الحياه، في التعليم، في البحث العلمي. لكن خلينا اكلم حضرتك النهارده عن ملتقى حور الثالث للفنون. ده الملتقى الثالث. جامعه دمنهور الحقيقه بتهتم بالانشطه الفنيه، لان احنا شايفين فيها زي ما الاستاذ رئيس الجمهوريه وجه بناء الشخصيه المصريه. احنا عايزين شخصيه سويه، شخصيه خالية من الشرور والهموم. تعرف حضرتك الحياة ومتطلباتها وسرعتها يمكن بتضيف حاجات كتير جدا لنفس. احنا عن طريق الفنون بنتخلص من هذه الشرور، بنخلي طالب سوي بيحب البلد، عنده قدرة على العطاء، ويكون شخص مبدع. طيب دكتور، حضرتك قلت، حضرتك بتقول ان الهدف منه يعني مشاركه كافه انواع الفنون المختلفه، هل في فنون بعينها بيتم تسليط الضوء عليها؟ وبالنسبه للمشاركين في الملتقى، ازاي بيتم اختيارهم او ترشيحهم يعني للمشاركه؟ جميل. الفنون احنا مركزين على ثلاث فنون، اللي هو المسرح والفنون التشكيليه والكورال والغناء، يمكن الرابع لهم الغناء الفردي. نعم. والحقيقه احنا عندنا 10 كليات بيتعمل منهم، تم اختيار الطلاب عن طريق لجان متخصصة على طول العام، بعد كده تم تدريب هؤلاء الطلاب. احنا عندنا يمكن كل كلية مشارك منها 16 طالب في الكورال، 25 طالب في الفنون التشكيلية، كمان في الغناء، في الكورال. يعني كل كلية على الأقل بحوالي 60 طالب مشاركين من هذه الكليات. الطلاب دول بيتم تدريبهم على مدار العام عن طريق
لا انا عايز بس اعرف قبل تدريبهم بيتم اختيارهم ازاي؟ بيتم بيتعمل لجان. نعم لجان، عن طريق اللجان، وبتم الطلاب عرض مواهبهم. طبعا بيتعمل على موقع الكليه اعلان، وفي الاماكن الاعلان في المخصص لذلك داخل الكليه في لوحه الاعلانات ان في مسابقه في الكورال، في مسابقه في المسرح، في مسابقه في الغناء كده، في فن مسابقه فن تشكيلي. بيتم طبعا كل الطلاب شايفين الكلام ده، اللي بيجد نفسه الهوايه واللي عايز يشارك بيتقدم، بيتم تدريبه على مدار العام. بعد كده بيتعمل مسابقات داخل الكليه لتصفيه العناصر ديت اللي هم العناصر المتميزه والنابغه منهم. بعد كده بيتم تدريبهم اكتر واكتر. بعد كده بيتم عمل الملتقى ده بقى عشان يفرز ويقدموا كل مجموعه، كل كليه بتقدم احسن ما لديها من مواهب. بيتم زي ما حضرتك عارف في وجود نخبه من المتزايه، فناننا الجميل هاني شنوده، الموسيقار الرائع هاني شنوده ده موجود عندنا النهارده، ده لجنه التحكيم. عندنا الفنانه وفاء الحكيم، عندنا الدكتور جمال ياقوت استاذ الادب والمسرح ورئيس مهرجان دولي للمسرح التجريبي، وعندنا المخرج كمان مازن الغرباوي رئيس مهرجان الدولي للمسرح الجامعي في شرم الشيخ، وهو من ابناء مدينه المحموديه محافظه البحيره على فكره بالمناسبه. عندنا ايضا في لجان التحكيم المصري محمود بيومي اللي هو عميل معهد دكتور الصدر. دكتور خليني بس اتكلم مع حضرتك او اسال حضرتك سؤال مهم، لان الدوله دلوقتي بتهتم بالمواهب في شتى المجالات وبترعاهم بعد الفوز، هل بيتم رعايه الشخص الموهوب ده في الثلاث مجالات من الفنون اللي حضرتك ذكرتها؟ بالتاكيد بالتاكيد. انت عارف حضرتك احنا بنأكد على الاستراتيجيه الوطنيه اللي اطلقها في 5/9 في تحسيس، لو حضرتك فاكر اللي هو منتدى شباب العالم. أيوة. لما اتكلم وكان عنده توصيات اللي هي السبعه والثامنه، وبالظبط كده اعلن التوصيه لدوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى الدولي بالتنسيق مع الوزير التعليم معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وكمان وزير الشباب والرياضه بفتح جميع المنتديات سواء الشبابيه او الثقافيه او الفنيه او الرياضيه. احنا كمان هنا اكدنا على ده، معظم الطلاب على فكره عندنا طلاب كتير جدا جدا بيتم رعايتهم، وعندنا طلاب كتير جدا مشاركين في الاعمال الفنيه. يمكن عندنا 5 طلاب في رمضان دخلوا مسلسلات في رمضان الماضي. عندنا طلاب في الإرشاد الديني كمان دلوقتي في الإذاعة والتلفزيون، لأن مش بس إحنا بنشوف الفايز مين، لكن الحقيقة الفنانين اللي بيجوا عندنا يحكموا هذه الملتقى بيتم التنسيق معهم على مدار العام، بحيث يتم دمج هؤلاء الطلاب ورعايتهم والاهتمام بيهم، بحيث إحنا نطلع منهم أبطال أو فنانين مبدعين. جميل. فإحنا عندنا ناس كتير جدا. جميل يا دكتور. حابه يعني كمان عايز اعرف من حضرتك يعني دور الجامعه على مدار السنه بقى وهي بتاهل الطلاب فنيا وابداعيا عشان يقدروا ان هم ينموا من موهبتهم والمشاركه في المهرجانات دي، دورها ايه على مدار السنه بعد اذن حضرتك؟ احنا الطلاب دول الحقيقه بيتم التقاؤهم مع استاذ رزق جامعه على طول باستمرار. احنا النهارده مثلا عندنا ان شاء الله حضرتك هتشوف حاجه جديده خالص، احنا النهارده بنعمل عندنا اللي هو مجلس جامعه طلابي. احنا على مدار العام بيتم اللقاء مع هؤلاء الطلاب، على فكره كمان بيخلوهم يعرضوا كمان قدام عشان يبقوا عندهم الرغبه في كده. يعني عندنا مجلس جامعه بيحضروا السيد المحافظ ست لواء شمامه المحافظ المحترم، الطلاب دول بيجوا عندنا يعرضوا في مجلس الجامعه وبنكرمهم في مجلس الجامعه كمان، يعني عشان نشجعهم على كده. بيعرض كل واحد هوايته في مجلس الجامعه، يعني بعد مجلس الجامعه بينتهي بناخد ساعه وساعتين نسمع لهؤلاء الطلاب معاهم الفرقه الموسيقيه، الطلاب اللي عنده قدره على الغناء الجماعي او الفردي بيتم تقييمهم من مجلس الجامعه، وفي الاخر بيتم منحهم شهادات من السيد المحافظ ومن الرئيس السيد رئيس الجامعه، وبيتم تكريمه قدام مجلس الجامعه كلته. فده بيبقى دافع كبير جدا لهم ان هم يبدعوا وينموا مهاراتهم، لان في الاخر الطالب بيتم تكريمه. فطالما بيتم تكريم الطالب وبلقائه مع السيد رئيس الجامعه باستمرار وقدام السيد المحافظ باستمرار، كمان معلش عايز اقول لحضرتك ان معالي وزير الدكتور خالد عبد الغفار دائما وابدا بيبقى في المجلس على جامعات توجيهاته لينا كرؤساء جامعات ان احنا نهتم بهذه الانشطه ونقدم لهم الدعم. فباستمرار يمكن احنا عندنا كمان مشاركين في مسابقه ابداع بتاعه وزير الشباب والرياضه الاستاذ دكتور اشرف صبحي. اقول لحضرتك ان احنا عندنا مثلا في كذا، يعني هيتم يوم الاربعاء القادم ده تكريم، يوم الخميس القادم تكريم عدد كبير جدا عندنا من الطلاب على مستوى الجمهوريه. في انشاد ديني على مستوى الجمهوريه فاز مركز على انشاد ديني، في كورال على مستوى الجمهوريه، في غناء فردي. يعني عندنا لان احنا عندنا باستمرار بندور على رعايه الموهوبين والمبدعين والنابغين،
نعم يعني هو مجهود كبير وملموس، واتمنى يكون كمان يعني بيسفر او بيسهم في رعايه جيل الشباب اللي موجود داخل الجامعه بتنميه مواهبهم وصقل هذه المواهب. دكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور، بنشكر حضرتك على هذه المداخله. صباح الخير يا مصر. انا بشكر معاليك يا فندم، بشكر كل القائمين على هذا البرنامج الرائع والمتميز. شكرا لك، نشكرك يا فندم.